7 الفساد في المحليات صناعة المرض. مشهد مذهل جدا بث موقع اليوم السابع لمواطن مصري محافظة الغربية، شاف لقى عربيات السلطات المحلية في الغربية أو المحليات في محافظة الغربية إن موجود عربية نقل كبيرة اللي هي شايلة القمامة، وهنشوف في فيديو مفزع ومخيف الحقيقة، بيرمي كل ده في النيل. بيجي لودر بقى بدل ما ينظف الكلام ده ويرجعه، ده اللودر مع العربية والاتنين حكومة، اللودر حكومة والعربية دي حكومة، والاتنين دول هما اللي بيرموا كل المخلفات ديت في النيل. شو بقى الناس اللي هما بلا قلب وبلا ضمير؟ دول بقى مش يحاكموا إداريا، دول يحاكموا جنائيا، لأن ده شروع في قتل. أنت بتقتل المصريين، بتقتل المواطنين لما بتعمل هذا السلوك. ده مش واحد مهمل في العمل أو واحد مكسل يشتغل، ده واحد بيقتل آلاف المصريين بهذه الطريقة. دول يحاكموا جنائيا بتهمة الشروع في القتل أو التدبير لقتل جماعي للمصريين. المجرمين دول عربية، المجرمين دول موظفين، عربية بترمي على النيل واللودر يزق بقى عشان ينظف الطريق، فيزق كل ده يرميه في النيل. في النهاية بنلاقي أمراض، دي بقى صناعة المرض. في دول عندها صناعة الأمل، وفي دول دلوقتي أو المحليات بتاعتنا صناعة الألم مش صناعة الأمل. فالمجرمين دول لما وقف لهم أحد المواطنين وقال لهم ده ما ينفعش، ولا عبروه ولا اهتموا وكملوا ورموا كل المخلفات في النيل. في النهاية أمراض، والأمراض في النهاية اقتصاد، والاقتصاد في النهاية عبء على الدولة. يبقى بدل الدولة تتفرغ لمشروعات عملاقة ولتطور من أجل المستقبل، تقعد بقى الدولة متفرغة من أجل مكافحة الأمراض اللي بيعملها عديمي ضمير زي دول. الأمراض موجودة بحكم خلق الإنسان، إنما النسب في الدول متفاوتة، وفي دول نسب الأمراض فيها طبيعية، إنما عندنا في مصر مش طبيعية. ليه؟ لسلوكيات كتيرة جدا، منها رمي مخلفات صناعية في النيل، ورمي مخلفات بيولوجية في النيل، وناس زي دول بلا ضمير قاعدين يردموا النيل بمخلفات وقمامة بلا خلق. ادي عربات المجلس النحل، ادي عربات المجلس النحل، والله لا سعادة لا اسعد مستوى، وهشتكيكوا واديكوا في ده، والله لو اوديكوا في ده. هذا الزبالة بتترمي في البحر من النيل اللي بنشرب منه اهي. ومين قال لك الدواري مين؟ مين اللي قال لك ارمي؟ الكهرباء يقع زيني. احنا ايه؟ هو انت تجيب زباله وترمي في البحر وترمي علينا الدبان والزباله في الوشين على طول؟ وادي منظر ده والمصحف لا اشتكيه.